طبعا يا جماعه احنا بدانا المدارس عارفين يعني ايه، احنا بدانا المدارس تعالوا نعرف عملنا ايه في المدارس وقت الكورونا. اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني مريان في بلد الامريكان. احنا النهارده هنتكلم عن المدارس في زمن الكورونا. انا قبل ما ابدا الحلقه انا لازم اقول لكل ام، انتي يعني ايه، انت قويه، انت قادره، انت تقدري تستحملي، انت تقدري تكملي. احنا بقى لنا 3 اسابيع يا جماعه بادئين، يعني ربنا يكون في عوننا بصراحه، يعني سواء ام او اب، يعني او يعني لو اللي بتكير فور العيال سواء الام او الاب الصبح، دي حاجه صعبه قوي قوي. يعني انا كنت بقول ليه مدارس ونرجع وما نرجعش، وهاني كان عايز يوديهم المدرسه ونقول نقعدهم في البيت، بس طبعا احنا عندنا الكاونتي اللي احنا فيها السمستر الاولاني اونلاين. ده ايه العذاب اللي انا فيه ده يا ولاد؟ انا ما كملتش معادله الشهاده بتاعتي عشان ما كان ليش خلق ان انا اذاكر، انا اقعد بالعيال وافتح زوم طول النهار ليه؟ وانا اسمي عيالي كبار، يعني انا عندي 6th grade و 4th grade، فالاثنين دول يعني العيال الصغيرين، العيال كبار، فما بالكم اللي عندها عيال في حضانه وكينا جاردن والبريس كي، دول بيعملوا ايه؟ كان الله في عمكم. انا لسه بعقل يا جماعه، لسه بعقل. طبعا احنا بدانا اول يوم، هم انا بالنسبه ابني كان في الميدل سكول، ومارفيلا كانت لسه مغيره برده مدرسه، رايحين مدارس جديده السنه دي الاثنين، فده بقى يعني كان يعني اسبوع صعب في الاول اسبوع. هو انا ما اعرفش ليه بيعملوا حصه العاب، انا ما اعرفش ليه موسيقى، طب ما تعملوا هو طبعا اونلاين. مارفيلا انا شايفه هي المدرسه قاعده طول النهار، هي عشان مدرسه واحده بس قاعده طول النهار بالعيال. ألفين عنده 4 مدرسين، فقاعد كل شويه انا بتنقل الجدول بقى يقول لي بلاك 1 بلاك 2 بلاك 3، انا قاعد بقى بلف على البلاكات دي اشوف ده هو رايح في انهي فصل. يعني الحكايه دي صعبه جدا، انا ما اعرفش احنا هنعملها ازاي، ما اعرفش الامتحانات هتبقى ازاي السنه دي، الله اعلم. الواجب كل شويه واجبات كثيره، وتلاقي يقعد مع العيل 10 دقايق ولا ربع ساعه، مثلا النهارده مثلا هو عنده كلاس فيرجينيا ستادي، ولا فيرجينيا ستادي كانت الساعه 9 و10، لقيته نازل لي بيقول لي ماما انا خلصت، المدرس بيقول لي اعملي الواجب. واجب ايه؟ هو انتوا بتجربوا فينا؟ يعني انا بجد انا واحده انا بعاني من حكايه المدارس، يعني ان انا اقعد كل 5 دقايق ابص الجدول النهارده دلوقتي الساعه كام، اطلع ابص على ابني، انا عامله الف فوق في اوضته بالكمبيوتر، ومنزله مارفيلا تحت في المطبخ بالكمبيوتر، ومش كمبيوترات مدرسه عشان يبقى الكمبيوتر بتاعت البيت العاديه عشان اجيب السرعه، وجايبه سرعه انترنت عاليه عشان الاثنين مع بعض. الفين حاطط السماعات بتاعته، البرنسيس اللي انا مخلفاها مش هتحط سماعات، فانا قاعده بقى في مرستان. يعني انا بحكي لكم معاناه ام في زمن الكورونا في حكايه التعليم، بجد الحكايه دي صعبه جدا يا جماعه. اولا هي قاعده في المطبخ، فانا مش عارفه اخش اطبخ، المدرسه قاعده بقى عارفه حياتنا، هي مارفيلا بتحكي لها كل حاجه احنا بنعمل ايه في البيت، بتحكي لها، فانا داخله بقى ايه، تحس ان انا قاعده مع المدرسه معايا في نفس البيت. الصوت العيال يعني هي ده فورش جريت، يعني المفروض العيال كبروا، لا الصوت، احنا قاعدين في مهرجان، وهي بقى كل شويه تقول لهم اللي يوطي صوته، اللي تعمل ايده، اللي ترفع ايديه. انا ابني طبعا بلاقيه نايم، يعني انا امبارح طالعه تحت البطانيه، في فصول احنا مش عارفين نخشها لغايه النهارده، يقول لك اصل انت داخل من الديسك توب غير اللابتوب، طب انتوا بتعاملونا ليه كده؟ ونعمل لكم الهيلب ديسك، يعني هو واخد ابسنت 3 اسابيع في الاوركسترا عشان مش عارفين نخش، طب ده هيمتحنوا ازاي؟ يعني هو الواد من السكول هيمتحنوا ازاي؟ هو ليه مش عاملين مثلا مسجلين الحصه او مسجلين المنهج، كل يوم حصه ساعه يخشوا حضور وانصراف ويحضر الحصه دي، ويبقى فيه واجب وامتحان ونخلص. ليه المعاناه ان انا افضل الف حوالين نفسي طول النهار اشوف هو عنده حصه ايه، واطلع اتاكد ان هو دخل ولا ما دخلش، وابص على الثانيه عندها هوم ورك ولا ما خلصتش الهوم ورك. ايه يا جماعه انا بشر، ده انا ما كملتش تعليمي يا ولاد كده، ده انا واخده كليه تجاره ومخلصاها بمجموع كام، حاجه 90%، تعبت. يعني انا لولا ان يعني انا معرفش الناس الاثنين بيشتغلوا عاملينها ازاي، انا عشان شغلي متاخر فانا عارفه اقعد، ولما هاني شاف المنظر اللي انا فيه هو قرر ان هو هيساعدني يومين في الاسبوع، يعني هم 4 ايام، يعني هم احنا بناخد اجازه سبت وحد واثنين، وبنشتغل من الثلاث للجمعه، اوكي، فهو هاني هيجي ساعتين 3 و4
وجمعة وانا هاخد خميس وجمعة. انا مش قادرة، انا مش قادرة على اليومين دول، غير ان انا واحدة من الناس كنت بوصل عيال المدرسة وبنزل اعمل شوبينج، اعمل طلبات البيت، ارجع اطبخ، ارجع انضف البيت، عندي شوية غسيل اغسله. انت النهاردة العيال قاعدة معايا من شهر تلاتة، يعني هم قاعدين ما بيخرجوش، انا ما بخرجش. يعني حتى تلاقيكم فيديوهات الخروج بتاعتي للشوبينج والكلام ده قلت، لان انا مش عارفة اخرج بيهم. لا انا حياتي كأم ضاعت يا جماعة. انا ليا برضو، انا المدرسة دي كانت رحمة، انا من هنا وبدي التحية والتقدير لكل المدرسين. المدارس دي على راسنا، والله على راسنا من فوق، انا اللي بيحصل فينا كتير. طيب الناس، يعني انا ربنا موفقني ومراضيني ان انا اكون انا وجوزي عكس جدولنا عكس بعض. طب لو الناس بتشتغل الاثنين مع بعض، العيال دي بيعملوا فيها ايه؟ العيال اللي قاعده في دي كير، يعني انا مع الفن ومارفل فاست بنفس انا في الدي كير، طب دول انهي تيتشر ولا انهي اللي هتقعد بيهم؟ هتبقى قاعده واخده بالها ان العيال دي تفتح نت وتخش على الحصه بتاعتها ولا لا؟ هو ليه بيحزمونا ليه كده؟ ما يرجعوهم مدارس، لا يروحوا المدارس بقى. انا مش عايزه الاونلاين دي، الاونلاين دي لا، الاونلاين دي تعب ليا انا. احنا بنصحى من الساعه 9 الصبح المدرسه لغايه الساعه 4، انا كل خمس دقائق وكل حصه انا بشوف هو قاعد ولا مش قاعد، واتسحب بقى واطلع اقفشه هو متابع ولا مش متابع. وطبعا السماعات اللي طالعه لي الجديده دي حاطينها لي في ودانهم، اهو انت مش فاهمه هو قاعد بيعمل ايه. غير الواجبات بقى، يقول لك الواجب المفروض يتسلم قبل الساعه 11:59. طب يعني قبل الساعه 12 بالليل، يعني طب تقول قبل اليوم ما يخلص، يعني ليه الخنقه دي؟ ليه الخنقه؟ طب الوضع ده هنمتحن ازاي؟ الوضع ده انا تقييم العيل ده السنه دي لا ما تحسبش من تقييمه. انت مضيع سنه من عمر ابني في تقييم ولا الهوى؟ التقييم ده هيمتحنهم ازاي؟ انا ده السؤال، هتمتحنه ازاي؟ هل انت هتقدر تقول ان هو استفاد من السنه الدراسيه دي؟ لا، واجزم 100% العيال دي ولا فاهمه اي حاجه، جاست تحصيل حاسب وخلاص. طبعا هما ما عملوش الكارت بري اي بي تي السنه دي، اللي هتلاقي لسه مع الكارت البري اي بي تي بيحاول يكونتاكت الاي بي تي مش عاملينه. هما المدارس عملت ايه؟ تقريبا ما فيش يعني الواضح ان ما فيش فلوس في الميزانيه بتاعت الولايات، فهم عاملين ان انت بتاخد مره واحده في الاسبوع اكل للعيال. في بعض المدارس اللي بيخصصوها في اكل فور فري، بيدوك عيش ولبن والكلام ده جروسري للعيال. فطبعا اقرب مدرسه ليك لو انت عندك الفري رانش او الريديوس رانش بتاخدها في الفري. الاول كان في بعض المدارس بتسال على اللانش اي دي نمبر، الكارت بتاع اللانش بتاع العيال، وفي بعض الولايات بعض المدارس ما بتسالش. فده برده بخصوص الاي بي تي كارد. طب انا كأم استفدت ايه من قعد عيالي في المدرسه؟ استفدت ايه ان انت قاعد حتى الكوميونيكيشن مع العيال مع زمايلهم ده مش موجود؟ هو النهارده ما يعرفش مين معاه في الفصل، لان الاونلاين مش هما مش نفس الفصل. يعني المجموعه اللي انت معاها دي مش فصلك، يعني ممكن تلاقي فصل من الشرق وفصل من الغرب، اللي هم مقسمينهم جروبات. ولو انت بقى التوقيت بتاع الحصه يا جه يا ما جاش، هتاخد الجروب ده ولا ما تاخدوش؟ فبرضه نظام الاونلاين ده نظام بصراحه فاشل فاشل فاشل. ولو السمستر التاني جم قال انا كنت بقول لا مش هودي العيال، لا انا هوديهم، انا هوديهم. اللي بيحصل ده صعب. انا كأم عايزه اشيل من نفسي، انا كأم انا مش شايفه ان ابني بيستفاد من الاونلاين. مش هقول لك انا في الاول هقول لك مش هشيل من نفسي، بس يعني هو قصه الضغط على العيل ان هو النهارده انا عيني مش عايز اخرج من البيت، لان هي خالد خلاص هم بقى لهم داخلين على سنه اهو، احنا من شهر 3 قاعدين في البيت، النهارده احنا شهر 9، 6 شهور اهو اكتر، هو مش راضي يخرج. هو حتى خروجه في الشارع انه يلعب بالعجره بره مش راضي. هو خلاص السيستم على الكمبيوتر والجيمز وده كله، ده هو قاعد فاتح الكمبيوتر بيبص على المدرس بس جوست ان هو قاعد وماسك التليفون في ايده. انا خلاص خدت التليفونات منهم، انا زهقت. الاكس بوكس والبلاي ستيشن مفتوح ومفتوح طول النهار، وهو ولا عارف واجب ولا انت متابع ولا حاجه. انا اللي بستفيد ان طب هو اشمعنى بيروحوا جروسري؟ اشمعنى العيال انا واقفه على كده مستنيهم في الدرس لما يخلصوا؟ طب الدروس مفتوحه والسنوات مفتوحه، انت اشمعنى قافلين المدرسه؟ الاعداد بتزيد والاعداد بتزيد. انا عارفه ان ايطاليا فاتحين وجامع الولاد وجامع وفي بعض البلدان فتحت. معاك ان جورجيا وفلوريدا لما فتحوا زادت الاعداد، بس ما نقننها شويه بقى، ما نقننها. ما انت بتاخدهم جروسري ستور وبنشوف عيال قد الجاي ولا رايح الجاي ياخد بثلاث اربع عيال، وخايفين عليهم من دخول المدرسه. طب والتعليم، انت ازاي تأمن لعيل ان هو هتعلمه قرايه وكتابه ازاي؟ اقفل السنه دي لغايه لما تجيب لنا الفلاكسين، تجيب لنا الماسك ونخلص.
بصراحه انا مش عارفه الوضع ايه والحياه ايه، فانا هقفل الحلقه عشان عيال خلاص خلصت الدرس وابتدي اكمل مشروع الكفاح. اتفضل. انت رحت جبت ايه وجي؟ اوكي خش. فادي اللي انا قاعده فيه، ادعوني ان انا اكمل السنه دي بعقلي يا جماعه، منهم ومن جوزي. استنونا في حلقات تانية جايه كتير من هاني ومريم في بلاد امريكا. باي باي. باي باي. باي باي. كيكه.